تتعرض محافظات الجمهورية لموجة من الطقس البارد، حيث سجلت درجة الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية. المزيد عن أحوال الطقس مع مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم، وهذا اللقاء مع محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. من الهيئة العامة للأرصاد الجوية نتابع حالة الطقس في ظل تقلبات جوية تشهدها معظم محافظات الجمهورية منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، حيث تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار وبرودة شديدة على معظم المحافظات، وتحديدا في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الجو بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تزيد من الشعور بهذه البرودة، ويسود طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وللوقوف أكثر على تفاصيل وتطورات المشهد اليوم والأيام المقبلة، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور محمود شاهين، وهو مدير عام مركز التنبؤات والإشعار داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية. أنا برحب بسيادتك فندم في البداية على شاشة التلفزيون المصري، يعني تطورات هذه الموجة التي نشهدها منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلى متى ستستمر هذه التقلبات الجوية؟ أهلا بحضرتك فندم وبكل السادة المشاهدين. بالفعل وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، نوهنا وقلنا أن هتبدأ تحصل تقلبات جوية بعد الناس ما كانت بدأت تودع فصل الشتاء الأسبوع الماضي، وارتفعت درجات الحرارة نتيجة المنخفضات الجوية اللي كانت بتتكون في الصحراء الغربية، واللي عملت بالفعل على ارتفاعات في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية. بدأت تتأثر البلاد زي ما احنا شايفين في الخرائط بكتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، هذه المناطق منخفضة جدا في درجات حرارتها. بالفعل درجة الحرارة العظمى على أغلب محافظات الجمهورية انخفضت عن المعدلات الطبيعية بقيم بتتراوح من 5 إلى 6 درجات. درجة الحرارة العظمى بتسجل على القاهرة ما بين 15 و16 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان 20 و21 درجة مئوية خلال ساعات النهار طبعا وفترة الظهيرة. فترات الليل أيضا درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير، وعادت مرة أخرى إلى 9 درجات و8 درجات وأقل من 5 درجات في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء. بالفعل وصلت إلى حد الصقيع على هذه المناطق. هذه الكتلة اللي جاية من جنوب شرق أوروبا مستمرة معنا لغاية يوم الأربعاء، وكما نويت هيئة الأرصاد الجوية في نشراتها بإذن الله اعتبارا من يوم الخميس نشهد تحسن تدريجي في درجات الحرارة وارتفاعات تدريجية بقيم بتتراوح من درجتين إلى 5 درجات مئوية على كافة محافظات الجمهورية بما فيهم طبعا القاهرة العاصمة. إن شاء الله فصل الشتاء ينتهي يوم الأحد اللي جاي 20 مارس، ويبدأ فصل الربيع 21 مارس. شكرا جزيلا. العفو فندم. هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بحالة الطقس اليوم وباقي أيام الأسبوع، وننصح المواطنين بالمتابعة الدورية لنشرات الأخبار فيما يتعلق بحالة الطقس، وتوخي الحذر في عدم تخفيف الملابس في الفترة المقبلة. الكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.